السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شركة المحيط للسياحة والسفر في آسيا. نحن الآن في فندق هوليدي إن في مبنى التاور، نصور غرفة نوع فرنجي تاور سي فيو مع بلكونة. هذه هي غرفة مع البلكونة، تأتي بالسريرين منفصلين أو سرير كبير، ويمكن إضافة سرير في الغرفة حسب طلب العميل. الغرفة تأتي مع التلفاز ومع إطلالة مباشرة على البحر مع البلكونة. هذه هي الإطلالة، كانت الغرفة كما تشاهدون على البحر، منظر جدا رائع، وغرف حديثة ونظيفة وممتازة، ومع قعدات للجلوس يكون جو حلو. تصوير شركة المحيط للسياحة والسفر في آسيا، فندق هوليدي إن في البرج التاور، غرفة سي فيو مع بلكوني. هذه هي الغرفة، كما نشاهد هنا بسريرين، وتوجد أيضا بسرير واحد. الغرفة تأتي معنا أيضا مع صانع القهوة بجميع مستلزماتها، تكون مجانا، ومع السيفتي بوكس ومع المكواة. هذه هي صانع القهوة، نشاهد السيفتي بوكس مع المكواة. والآن بننتقل إلى دورة المياه، جزاكم الله. هذه هي دورة المياه، ونبدأها أولا بالشاور، وهنا أيضا الشطاف، تأتي مع شطاف غسالة، وتأتي مع بانيو. تصوير شركة المحيط للسياحة والسفر في آسيا، فندق هوليدي إن.